عملية أمنية شهدتها منطقة ساري جنوب شرق لندن في إطار التحقيق بالاعتداء على مترو الأنفاق بالعاصمة البريطانية. الشرطة تداهم منزلا في سانبوري أون تيمز وتخلي حيا أثناء مهمة تفتيش. العملية الأمنية الجديدة سبقها توقيف شاب يبلغ من العمر 18 عاما في مدينة دوفر الساحلية. الشرطة وصفت الاعتقال بالهام وقالت إنه تم بالاستناد إلى شهادات وكاميرات المراقبة ومقاطع فيديو صورها مواطنون. لقد أحرزت الشرطة تقدما جيدا واعتقلت شابا يبلغ من العمر 18 عاما في دورفر، وسيتم نقله إلى مركز للشرطة في لندن للتحقيق معه. مستوى التهديد ما زال حرجا وندعو المواطنين أن يبقوا حذرين. في محطة بارسونس جرين عادت حركة القطارات إلى طبيعتها. داخل المحطة ما تزال فرق التحقيق تجمع الأدلة من مكان الحادث، وفي الخارج انتشار لأفراد الشرطة المسلحة. حضور أمني بات على المواطنين في لندن والمدن الأخرى الاعتياد عليه بعدما رفعت الحكومة مستوى التحذير إلى أقصى درجة وأمرت بنشر 1000 شرطي مسلح يساندهم 1000 من عناصر الجيش لحماية المنشآت الهامة.